نبلش، لأنه عقبال شكله عجب الموضوع مش حابب نحكي سوفت وير اليوم. طيب يعطيكم العافية شباب صبايا، أنا بعثت لكم على على الجروب إنه بدنا نعبي فورم، مظبوط؟ هذا الفورم المطلوب منه حاليا بس إنه كل حدا يعرف الجروب لإله، يعني بدنا نشكل حالنا على شكل فرق، كل فريق مكون من على الأقل 3، على الأكثر 4، ممنوع أقل من 3 نهائيا، على الأكثر 4، تمام؟ إذا بعد ما عملنا 4 ضل حدا ممكن نعمل 5، ممكن، بس امشوا على مبدأ من 3 ل 4، تمام؟ هسا في شغلة بدي أحكيها بموضوع الجروبات. حلو إني أشتغل مع حدا بعرف، حدا قريب علي، ممكن أضل أنا موجود معه في الجامعة، صديقتي، صاحبتي، صاحبي، حلو إنه نكون متفاهمين، هذا إشي كثير ممتاز، بس أنا بفضل يكون التيم متنوع. يعني البروجكت ما نشتغل فيه بده حدا هيك عنده القدرة إنه يحكي مع الكلاينتس، لأنه في عندي ريكويرمنتس، أنا بدي أعمل سيستم لمثلا لعيادة الجامعة، طب أنا بعرفش بالضبط شو المطلوب، صح؟ فبدي أضطر شو أعمل؟ أروح أشوف الناس المسؤولين في هاي العيادة، الأطباء، الممرضين، الناس اللي بيجوا، فبدي يكون عندي لباقة وقدرة إني أحكي، مش والله خجول. زائد إذا حكيت مع الكاستمر عندي قدرة إني أستنبط الريكويرمنتس، لأنه ممكن أنت تسمع من الكلاينت إشي صراحة وبالنسبة له مفهوم، بس بالنسبة لك ماله مش مفهوم، يكون عندي قدرة على استنباط الفيتشرز والريكويرمنتس وتحليلها. هذا بده حدا عنده سكيلز معينة، تمام؟ زائد احنا الاوتبوت او الاوت كم الاساسي للبروجكت عندنا دوكيومنت. دوكيومنت مش بسيط، يعني في سيكشنز وفي شباتر زي تقريبا البروبوزل بتعملوه للسينيور، بس ممكن في بعض الاجزاء على اوسع معمق اكثر كسوفت وير انجينيرنج، تمام؟ فبالتالي في عندي كتابه، في عندي كتابه، والكتابه لحالها برضه مش كل حدا عنده سكيلز اللي بيقدر يكتب، فانا جيد اشوف حدا عنده قدره يجيب ريكويرمنتس، يحكي، يتفاعل، مش خجول، زائد حدا بيعرف يكتب، تمام؟ راح مثلا يكون عندنا جزء من الدوكيومنت ممكن نطلب منك تعمل لي بروتوتايب مثلا. بروتوتايب يعني تعطيني تصور عن السيستم اللي انت بتفكر فيه، شاشات، ممكن حدا يعمل لي شيء بالاكس دي مثلا، يعمل لي سيميوليشن هيك مرتب يحاكي السيستم، وهذا بيساعد في اني افهم السيستم انا اللي انت مقدمه، زائد بيساعد الجميع انه يفهم السيستم انت كديفلوبر او كلاينت. فبالتالي اذا في حدا بيشتغل في موضوع الديزاين شاطر برضه بجيبه معي، تمام؟ فالفكره من كل هذا الحكي يا جماعه الخير انه يكون التيم شو ماله متنوع، وهذا الاشي الواقع. في حدا شاطر في البرمجه، حدا شاطر في الكتابة، حدا شاطر بالأناليسز، حدا شاطر بالحكي، حدا بيعمل شاي مرتب عشان الشباب بيشتغلوا عادي، بزبط، تمام؟ هسا الفكرة المطلوبة منكم يا جماعة الخير، فكر لي في أي سيستم، أي سيستم بخطر في بالك، بس ضروري إنه يكون مبني على مشكلة. يعني السيستم اللي أنا بدي أقترحه مش والله إشي من الخيال، هو مبني على مشكلة موجودة، سواء مشكلة في الجامعة، مشكلة بنظام تسجيل، مشكلة في عيادات الجامعة، في آلية العمل التقليدية، يعني أنا بحكي، تمام؟ كيف أحول إشي تقليدي، بروسيس تقليدية، إني أبني لها سيستم يساعد في تحسين هاي المسألة، تمام؟ مثلا أعطيكم أمثلة على أفكار عملوها الطلاب، كثير عملوا مثلا إشي لعيادات الجامعة، كيف أحجز مواعيد، أتبع مع المرضى، أعرف إمتى موعدي على سبيل المثال. في طلاب عملوا إشي لطلاب السكنات، كيف أنا أبحث عن سكن، أعمل سيرش، أشوف السكن المناسب لإلي، أحجز ما أحجزش، تمام؟ في حدا عمل مثلا إشي في الهاردوير، في السمارت كارز، في حدا عمل في مثلا في كيف أعمل خلية نحل تكون سمارت إنها تكتشف ظاهرة معينة. يعني كان في تنوع كثير حلو في المجال الطبي، في المجال الصحي، في المجال التعليمي، أفكار كثيرة. ما عنديش مشكلة إنك تشتغل بفكرة كانت موجودة، تمام؟ ما عندي مشكلة تشتغل بفكرة كانت مقترحة بالأصل،
بس بشرط ايش؟ بسمع مين؟ بشرط ايش؟ بشرط انه اضيف عليها. تمام؟ اي فكرة، اي فكرة في العالم حتى في مشاريع التخرج عندكم ممكن تكون الفكرة انت تطلع عليها، يعني مش مطلوب مني انا اجي احكي فكرة واو وما اقدرش اعملها. تمام؟ شو يعني واو؟ يعني بصير احط واجيب بدي اعمل وبدي اسوي وفي الاخر ما بتعملش شيء. لا، انت فكر في مشكلة بسيطة واعمل اشي يكون شغال بحل هاي المشكلة احسن من اني افكر باشي واو ما اعملش اشي. تمام؟ هسا اذا كانت الفكرة موجودة مسبقا ممكن اعطيكم قائمة بالافكار اللي انطرحت عشان تستفيدوا منها او بتجيب لي اشي جديد، لازم تضيف عليها. تمام؟ وممنوع منعا باتا انك تروح تجيب لي دوكيومنت قديم وتسلمني اياه على انه ايش؟ على اني شغلك. ليش؟ لانه احنا طلاب تعلمنا اشي اسمه ايثيكا، مظبوط؟ ايثكس، صح؟ فان شاء الله انه بنطبق هاي الامور في موضوع المشروع. اوكي؟ فبالفورم بتحط لي عنوان، عنوان عام ممكن تغيره لاحقا، ممكن تكتب لي سطر بس يعني وصف بسيط للفكره اللي انت بدك تحكيها. اوكي؟ واسماء الطلاب اللي مشاركين في الجروب. لما اخذ الاسماء واجمع الجروبات برفع لكم اساينمنت على المودل فيها تمبلت جاهز على شكل سيكشنز، عبارة عن ورقة واحدة. تمام؟ بس ورقة واحدة ميني بروبوزل، ميني بروبوزل أنا بحكي لك كل سيكشن شو بدي فيه مريحك يعني. تمام؟ فأنت بتعبي لي هذا البروبوزل بناء عليه بعد ما نصير نمشي في الستيبس اللاحقة حتى نوصل ل البروجكت النهائي. غالبا بيكون عليه 15 علامة زائد 5 علامات برزنتيشن، بس ممكن بسبب الظروف الحالية يكون على هذا البروجكت تقييم أكثر، فبالتالي جيد إنكم تبذلوا فيه جهد وتحصلوا العلامة اللي بدكم إياها إن شاء الله. وضحت؟ واضحة يا شباب اللي على الزوم؟ في أي سؤال بالنسبة للمشروع؟ واضح واضح أكثر. تمام. طيب احنا اللي حكيناه في هذا التشابتر، حكينا في عندي كومن سوفت وير بروسيس موديلز، مظبوط؟ اولهم الووتر فول. شو حكينا كمان؟ الووتر فول موديل، في عندي الانكريمنتال، في عندي ريوز اورينتد موديل. حكينا عن الووترفول، شرحناه المحاضرة الماضية بالتفصيل. تمام؟ اليوم بدنا نحكي شوي، او مش شوية بدنا نحكي، اتوقع انه بلشنا برضه بالانكريمنتال المحاضرة الماضية، بدي اكمل جزئية بسيطة في الانكريمنتال بعدين نروح على الريوز اورينتد موديل. اوكي؟ هل في موديلز غير هدول يا جماعة الخير؟ في، لاني هون بحكي لك كومون موديلز الاكثر شهرة. اوكي؟ طيب الان الووتر فول اذا بدي اصنفه حكينا ضمن التو كاتيجوريز اللي حكيناهم، البلان دريفن والانكريمنتال. وين بحط الووتر فول؟ في البلان دريفن. تمام؟ طيب خلينا نيجي على انكريمنتال بروسيس موديل او الانكريمنتال موديل. احنا حكينا في الانكريمنتال موديل السيستم كيف بيتم تطويره، او كيف انا بشوف السيستم وانا عمالي بطور فيه، او كيف بشوف الاكتيفيتيز. سيستم از ديفلوبد از ا سيت اوف، مين بيحكي؟ انكريمنتس او فيرجز، مظبوط؟ ان انا فعليا بمشي في السيستم على شكل انكريمنتس او فيرجنز، وحكينا كل فيرجن بتضيف لي فانكشناليتيز مقارنه بالفيرجن اللي قبلها واعطينا امثله. تمام؟ طيب خليني احكي المين ايديا لهي البروسيس، بما انها بروسيس معناته في عندي ستيبس. تمام؟ بشكل عام هسه بدنا نروح نتطلع على الموديل ونفهم الستيبس بتفاصيل اكثر. بشكل عام بحكي لي بلش بفيرجن، اعمل ديفلوبمنت لانيشيال فيرجن او انيشيال انكريمنت.
طبعا غالبا الانيشال انكريمنت تحتوي على الفيتشرز ايش؟ يعني اول شيء انها تكون الواضحه زائد، ايوه بالضبط، اللي إلها اولويه اكثر. تمام؟ طبعا هذا يعني بهم الكاستمر انه انا ابلش بفيرجن شو مالها تحتوي على الفيتشرز اللي إلها اولويه اكبر بالنسبه له. هسه ليش إلها اولويه اكبر بالنسبه له؟ لانه من خلالها ممكن ينزل يبلش شغل. تمام؟ اذا هون بيحكي لي المين ايديا بلش بانيشيال فيرجن. تمام؟ بعدين نحكي تحتها وخلينا جنب evolving it as زي ما حكينا for a set of versions. شو المقصود بال evolving؟ انه هاي الفيرجن شو بصير اعمل فيها؟ بصير اطورها واكبرها. ليش؟ لانه زي ما حكينا في عندي فيتشرز جديده بدها تنضاف. تمام؟ طب خلينا نحكي قبل ما ابلش في تطوير بدي اعمل، لازم اعرضها على الكاستمر، اي فيرجن يطلع عندي لازم الكاستمر يشوف. تمام؟ اذا بلش بانيشال فيرجن، اعرضها على الكاستمر. ليش بدي اعرضها على الكاستمر؟ حتى يعطيني فيدباك. تمام؟ كل شيء تمام، بعمل ايفولفينج لإلها، بعمل تطوير لإلها حتى انتقل لفيرجنز اضافيه. تمام؟ هاي العمليه بتضل ماشي معي مثل لحد ما اوصل لسيستم شو ماله اديكويت كافي. خلاص انا حققت المطلوب من هذا السيستم، حققت الريكويرمنتس للكاستمر. تمام؟ هاي الجنرال ايدي. طيب الاشي الثاني بدنا نحكيه في الانكريمنتال موديل، انه هو ذا موست كومون سوفت وير بروسيس موديل حاليا. يعني ذا موست كومون ابروتش، هو الاكثر شيوعا، الاكثر استخداما. السؤال ليش؟ يعني اذا حكيت لكم incremental model is the most approach used or utilized in software development. دكتور تمام، لأنه هو الأقرب للواقع، أقرب بس اسعد للواقع في للواقع. طالب بيحكي، بس خلينا نسمع من الطالب الموجود هون بعدين بعطيك مجال. تمام، اها حلو حلو ممتاز. اذا عبادة بيحكي لي انه معظم المشاريع حاليا شو مالها؟ بزنس سيستمز. تمام، فبالتالي بانها بزنس سيستمز معناته ينطبق عليها المبادئ اللي موجودة في الانكريمنتال ديفلوبمنت. بدي رابد ديفلوبمنت، بدي رابد ديليفري، بدي رابد فيدباك، والامور هاي تنطبق على الانكريمنتال موديل. تمام اسعد، دكتور بقول انها اقرب للواقع، بحيث انه بالواقع عندنا الاشي بيكونش البلان كلها معروفة وبدنا اياه خطوة خطوة اكثر من الفوتر فول تنطبق على الواقع. لا ما فهمتش تمام. بالضبط بالضبط بالضبط، يعني requirements في معظم السيستمز شو مالها؟ unstable، مش stable. تمام، زائد في نقطة كثير مهمة، انه حاليا التكنولوجيز شو مالها؟ ممتاز. في موضوع البزنس سيستمز ماديا مجدي اكثر، بس شو رايكم في انه التكنولوجيز عمالها شو مالها؟ تغير بشكل سريع. اذا في عندي تشينج، يعني ممكن حدا يجاوبني على هذا هاي النقطه، ليش هذا ذا موست كومن ابروتش؟ لانه في عندي تشينج ببساطه. وتحكي لي شو هم التشينج؟ تشينج في التكنولوجيز، في البلاتفورمز، بالريكويرمنتس، البزنس ريكويرمنتس برضه صارت تختلف، فبالتالي صار هو الموست كومن ابروتش. اوكي، طيب الان السؤال، الووتر فول عرفنا انه يندرج تحت البلان دريفن. اوكي، الانكريمنتال شو رأيكم؟
انت بتحكي لي الاثنين ليش؟ والله طب احكي لي ليش يوم. ليش الانكريمنتال ممكن يكون اثنين بلان دريفن وجاي؟ انت بتشوفي اجايل اكثر. تمام اها حلو، وبعدها بلش يبدع لقط الموضوع خلص حلو. انك انا بمشي فيرجن فيرجن، بس بدي اعمل بلان لهي الفيرجن. ممتاز كثير. ايوه، طلع بعد شو بيحكي. بيحكي جواهر وبعد حسب الريكويرمنتس بالضبط. احكي بعد كمان. مين بحب يحكي من اللي عزوه؟ الانكريمنتال يا جماعه الخير ممكن، يعني ما في عندي بكره لما تيجي تشتغلوا ما في عندي شيء ابيض واسود. يعني تروح تحكي انا بدي اشتغل ووتر فول، خلص انا بدي اشتغل اجايل، وتوقف. في عندي هايبريد. شو يعني هايبريد؟ يعني ممكن انا اشتغل في بروسيس يكون هايبريد، مزيج بين تو بروسيسز. يعني هي اجايل بس فيها بلان. تمام بالضبط اللي حكاه عبادة. يعني ممكن تكون بلان دريفن، ممكن تكون اجايل. السؤال امتى او كيف انا بطبق مبدأ البلان دريفن في هذا النوع من البروسيسز؟ طيب شوف الـ early increments شو مالها؟ are أو planned in advance. يعني أنا في عندي early versions شو مالها؟ requirements لها تقريبا واضحة clear stable. فشو بعمل؟ أنا ماشي increments. تمام؟ بس اول خلينا نحكي اول 3 4 انكريمنتس واضحه لإلي، عارف شو بدي اعمل، فبتكون بلان لإلها، بلان واضحه كامل. يعني كاني بدي امشي جزئيه من السيستم حتى اوصل لفيرجن معينه بلان دريفن. تمام الان هاي بالنسبه للايرلي انكريمنتس. طيب الاجايل امتى بصير عندي موجود؟ يعني كيف بتحقق مبدا الاجيليتي في هذا النوع من البروسيسز؟ الـ later increments بالضبط are developed based on the previous increments. مظبوطة هاي؟ إنه أنا أول 5 increments والله واضحة، أوكي وصلت لعندي، أنهيت البلان الخاصة فيها، طب بعدين رح توضح عندي increments ثانية ممكن أعملها كمان بلان، فصار عندي 5 increments بلان دريفن، بعدين مثلا 3 increments لحالهم بلان، بس البروسيس ككل من فوق شمالها اجايل. تمام طيب اذا هون ال later increments are developed based on the previous increments and اللي حكيتوها من شوي requirements priorities، اللي له أولوية ببلش فيه، اللي لا مش مهم كثير يكون في البداية شو بعمله؟ بأخره لإنكريمنتس لاحق. أوكي؟ إذا اللي بدي أهدف له بهاي المعلومة إنه في عندنا ممكن مفهوم خاطئ إنه دائما بنعتبر الإنكريمنت شو مالها؟ فقط أجاي. وهذا يعني يا جماعة الخير إنه حتى لو أنا اشتغلت أجاي رح نشوف بعض البروسيسز لازم أعمل بلان، في نقطة معينة لازم أعمل بلان. تمام بس قديش بتكون هاي البلان؟ قديش بتغطي؟ هل بتغطي الاول سيت اوف اكتيفيتيز بلان كامله ولا بتغطي جزئيات معينه؟ طبعا لازم اعمل بلان، يعني الشغل مش عشوائي، مظبوط في مرونه وفلكسبيليتي، بس لازم يكون عندي خطه حتى للاسبوعين اللي جايين. يعني والله انا كل اسبوعين بدي اعمل فيرجن، لازم احط بلان لهدول الاسبوعين. طب البلان شو اهميتها؟ تضبطني صح، تضبط شغلي، بصير الموضوع مش والله انا عندي اسبوعين لازم اسلم إشي، بس لازم يكون مضبوط بوقت وجهد لازم تبذله حتى تحقق هذا الإشي المطلوب.
تمام؟ طيب الآن لو سألنا، وهدول بديش أكتبهم لأني حكيت لكم يا جماعة الخير وبجوز من كثر ما عدت أسكتون، شو الأدفانتجز والديسأدفانتجز للإنكريمنتال ديفلوبمنت؟ المفروض من خلال فهمنا لإيش يا جماعة الخير، خلال فهمنا لهذا الجدول من خلال فهمنا لهذا التيبل الفاكتورز الموجودة في كل فاكتور أو كل كرايتيريا ممكن أطلع منها أدفانتج للإنكريمنتال وهي نفسها تكون ديس أدفانتج للووترفول. تمام؟ يعني مثلا والله عملية التكيف مع التشينج هل هي أدفانتج للإنكريمنتال؟ أدفانتج صح؟ ليش؟ لأنه لما يجيني تشينج عملية الريورد إعادة الشغل بتكونش كبيرة. تمام؟ أقل إشي ليش بتكونش كبيرة؟ لأنه فيش عندي دوكيومنتيشن أنا بدي أرجع أعيده من جديد، صح ولا لا؟ بينما في الووتر فول في عندي فول دوكيومنتيشن، موضوع الريورد كلفني كثير. إذا من الأدفانتجز للإنكريمنتال إنها إيزير تو تشينج وتشيبر، أقل تكلفة. أوكي؟ طيب موضوع الرابيد ديفلوبمنت أو الرابيد ديليفري، تسليم، مين بيسلم أسرع؟ إذا هاي أدفانتج للإنكريمنتال. تمام؟ وديس أدفانتج للووتر فول. طيب مين بيعطيني مجال اني انزل على السوق في البراكتيكال انفايرمنت بسيستم قابل انه ابلش اشتغل فيه في البزنس؟ انكريمنتال. اذا الانكريمنتال از يوزفول فور انستولينج نيو فيرجنز ذات كان بي يوزد باي اند يوزرز، بينما في الووتر فول لا. طيب نيجي لموضوع الفيزيبيليتي، هل هي ادفانتج او ديس ادفانتج للانكريمنتال؟ ديس ادفانتج. ليش الفيزيبيليتي ديس ادفانتج؟ لانه فيش عندي فول دوكيومنتيشن، فبالتالي لما يجي المانجر يعمل مونيتور على البروسيس فيش بين ايديه شيء موثق وواضح، فيش بلان واضحه، تمام؟ فتكون الامور صعبه، بينما في الووتر فول كل شيء واضح. اوكي؟ عشان هيك حكينا لكم بعض الاماكن، مثلا زي البنوك على سبيل المثال عندهم هيك بيروقراطية في التعامل، بجوز ما ينفعش معهم ما بشيء كده، لازم يكون كل شيء موثق ومرتب وبلان واضحة، بالتالي بيميلوا أكثر مثلا على الووتر فول، بس حاليا لا صاروا يروحوا في الهايبرد يشتغلوا هيك وهيك. تمام؟ إذا من هذا التيبل يا جماعة الخير إذا فهمناه بنقدر نحكي إيش ما بدنا. أوكي؟ في أي سؤال يا شباب اللي على دكتور، انت سألت سؤال قبل شوي، why is the incremental model is most common، صح؟ بالضبط. ما فهمتش الجواب بالضبط، لو تعيده بس باختصار. باختصار خلينا نحكي لانه الوضع الحالي معظم السيستمز تتطلب المبادئ الموجوده في الانكريمنتال. ليش؟ لانه في عندي تكنولوجيز عمالها بتتغير بشكل متسارع. مثلا انا والله اليوم اشتغلت على فريم ورك معينه، راح تلاحظ انه هاي الفريم ورك شو بده يصير فيها؟ تحديث. تمام؟ بالضبط. ممكن تلغي شيء وتضيف شيء جديد، ممكن انتقل من بلاتفورم لبلاتفورم ثانيه. اوكي؟ معظم السيستمز حاليا بزنس، معظمها ويب ابلكيشنز، الويب ابلكيشنز عاده بتكون انستابل ريكويرمنتس، بتتغير كثير. اوكي؟ بما انه هاي الامور موجوده في معظم السيستمز معناته الانكريمنتال هي الموست كومون ابروتش يوز تو ديفلوب سيستمز. وضحت؟ اه تمام، بس هسه الانستابل وهي الشغلات مش للاجايل بتكون تقريبا. هاي حكينا فيها انه الانكريمنتال ممكن تكون فقط اجايل، وممكن لا، انا بعض الانكريمنتس تكون بلان دريفن وما بعدها بيكون برضو لها بلان. يعني بشكل عام زي ما حكينا الاطار العام بتكون اجايل انكريمنتس، لكن ممكن اول انكريمنتس مثلا يكون بلان. اوكي؟ آه خلص، تمام دكتور، فهمت عليك. طيب خليني اروح على
سلايدات هون مساج مشير. نطلع على السلايدات. هنا مثلا بيحكي لي، يعني عشان بس افرجيكم من السلايدات فعليا، هذول النوتس اللي اخذناهم بيغطوا السلايدات. ليش الووتر فول موديل فيها بروبلمز، فيها مشاكل، او شو مشاكل الووتر فول موديل؟ تمام، اهم مشكله انها difficult to respond to changing customer requirements زي ما حكينا، resistant to changes، وحكينا السبب. اوكي، عشان هيك بيحكي لي انه روح عليها لما تكون requirements شمالها stable. تمام، طيب اذا طلعنا على الانكريمنتال ديفلوبمنت، زي ما حكينا الموديل لإلها، هاي الرسمه شو بنسميها؟ زي ما حكينا موديل ريبريزنتيشن الاكتيفيتيز. اذا انا بدي امشي انكريمنتال ديفلوبمنت، لاحظوا في عندي اوت لاين ديسكريبشن. ليش حط كلمه اوت لاين؟ كل كلمه موجوده هون هي إلها معنى، يعني مش هيك، مش ليش حكى اوت لاين ديسكريبشن؟ من الموجودين على الزوم اللي بيحب يجاوب، ليش اوتلاين ديسكريبشن؟ بالضبط، انه عاده هيك انا زي ما حكينا بلش بانيشال فيرجن بعدين صير طور عليها. تمام، فممكن الريكويرمنتس في البدايه تكون عباره عن ايش؟ اوتلاينز بشكل عام، يعني بدون تفاصيل كثيره. ليش بدون تفاصيل كثيره؟ لانه في بعض التفاصيل لسه شو مالها ما بتوضح، هسه بدي اوضحها لك. اوكي، اذا لاحظوا هون في عندي الاكتيفيتيز بتكون انترليفد، مش زي الووتر فول واحده ورا الثانيه، تكون انترليفد، يعني انا بعمل جزئيه من الريكويرمنتس، بعمل سبيسيفيكيشن ديفلوبمنت وفاليديشن، لان هاي العمليه بتوديني لايش؟ لانيشال فيرجن. طب انا شو بدي اعمل حتى اعمل ايفولفينج؟ بدي اشوف فيدباك، وبناء عليه اجيب من الفيتشرز واعمل سبيسيفيكيشن وديفلوبمنت وفاليديشن، فبيطلع عندي اذر فيرجنز. اوكي، بضل ماشي في هاي البروسيس، اتريتيف بروسيس، حتى اوصل للفاينل فيرجن. تمام، اذا هاي الرسمه يا جماعه الخير كانها بتعمل لي ابستراكت ديسكريبشن للانكريمنتال ديفلوبمنت بروسيس. هل مطلوب مني احفظ هاي الرسمه؟ انا شخصيا بحبش نحفظ رسمه، بحب اذا طلعنا على رسمه نعرف نحكي عنها. تمام، نفهم كل اكتيفيتي، كل جزئيه موجوده بالرسمه، افضل ما اني ابصم البص الرسمه وانا مش عارف شو المقصود فيه. تمام، اذا حكيت لك عبر لي عن الانكريمنتال ديفلوبمنت على شكل فيجواليزيشن، ارسم بطريقه بس تكون الرسمه شو مالها، يعني مش تحط لي زي الووتر فول اكتيفيتي بعدين واحده اثنتين ثلاث تقول لي هاي انكريمنتال، لا بدك ترسم رسمه قريبه من هاي بحيث انها تكون بتعبر فعليا عن هاي البروسيس. اوكي، طيب خلينا نشوف هون ديسكشن بيحكي لي ان ذا انكريمنتال موديل ايتش انكريمنت اور فيرجن اوف ذا سيستم انكوربوريت سم اوف ذا فانكشناليتي ذات از نيدد باي ذا كاستمر. وهذا حكي هاو ار ريكويرمنتس prioritized، كيف بيتم تحديد اولويات الريكويرمنتس. البرودكت اونر، البرودكت اونر بيمثل مين؟ الكاستمرز. اوكي، اذا اللي بيحدد لي اولويات الريكويرمنتس الكاستمر. طب اذا الكاستمر مش عارف وين الله حاطه، بده يكون في نقطه معينه عندك قدره انك تشتغل. اوكي، بالضبط، بس مش تروح تعمل اللي براسك، انت ما ساعده، اقترح عليه، وهي راح نشوفها انه من الاشياء اللي احنا بنمشي فيها واحنا بنعمل استنباط الريكويرمنتس، انه مرات انا بحكي له اه منيح هيك شو رايك، بقترح عليه. تمام، بس في النهايه لازم هو يحكي لي اوكي ماشي ولا لا، لانه اذا عملت اللي براسي بكره ببني وبيحكي لي لا ارجع مش هيك، انا ما بدي هذا الحكي. تمام، طيب الانكريمنتال ديفلوبمنت بنفيتس شبعنا ما حكينا فيه. اوكي،
البروبلمز برضو حكيناها، فلاحظوا كل هاي السلايدات اذا فهمنا التيبل زي ما حكينا بتكون الامور ان شاء الله واضحة. تمام، طيب خلينا نروح على اخر بروسيس. هي ريوز اورينتد بروسيس. خلينا نحكي المين ايديا. انه فعليا السيستم عندي از انتجريتد او اسمبلد فروم اكزيستنج كومبوننتس. يعني انا السيستم مبني عباره عن ايش؟ السيستم بكون عندي مجموعة كومبوننتس مجمعة، وهي الكومبوننتس شو مالها؟ مبنية وجاهزة. تمام؟ زي ما لما حكينا عن مثال الموديل والزوم وغيرها. اوكي؟ ولما حكينا لكم دائما قبل ما نشتغل في أي شيء وقف شو تعمل؟ ابحث. فبالتالي إذا بدي أطلع على البروسيس هيك أحطها بثلاث كلمات، أحكي لكم بلوك بعدين انتجريت. وهذا اللي بصير معنا فعليا، ان انا فعليا باجي بعمل لوك، ببحث في الانفايرمنت المحيطه بهذا السيستم، بشوف هل في عندي شيء ممكن استفيد منه، ممكن استخدمه او لا، هل في عندي شيء اسمه ممكن اعمل له ريوز، عشان هيك اسمها ريوز اورينتد بروسيس. اوكي، الان ببحث، بعدين شو بعمل؟ موديفاي. وهسه بنحكي شو المقصود بالموديفيكيشن. موديفاي لايش بالضبط؟ موديفاي بعدين شو بعمل؟ انتجريت. ليش؟ لانه انا ممكن يكون عندي سيستم موجود بس انا بدي سيرفيس معينه، فبجيب هذا الكومبوننت وبعمل له انتجريشن مع السيستم عندي. تمام؟ الان اذا بدي اطلع عليها، يعني بدي ارسم الموديل اللي بيفرجيني set of activities إذا أنا بدي أمشي في الريوز oriented software process. طيب خليني أرسم هيك على السريع. طيب دائما اول اكتيفيتي في اي بروسيس شو هي؟ ريكويرمنت سبيسيفيكيشن. تمام؟ طيب الان احنا بنحط الاكتيفيتيز لهي الموديل، المفروض انها تغطي ايش؟ على الاكيد تغطي الفور مين اكتيفيتيز، اوكي؟ لكن ممكن بطريقه مختلفه. الان خلينا وانا بحكي كل اكتيفيتي نشرحها من خلال مثال عشان توضح. تمام؟ لنفترض انا اليوم، او خلينا نرجع لايام كورونا، لما صارت عندنا كورونا صار في ضروره والحاح اني ايش بدي استخدم ويب كونفرنس سيستم، بدي الجامعه بدها تعطي حضرات اونلاين، صح؟ طيب الان عندها خيارين، اما انها تبني هذا الموديل او هذا الموديول او الكومبوننت فروم سكراتش، تطوره، ممكن نشوف حدا يطور او اي تي عندهم يطوروا يبنوا لهم شيء زي الزوم. هذا خيار. تمام؟ الخيار الثاني لا، اني اروح اشوف هل في عندي موجود كومبوننتس جاهزه تحقق الريكويرمنتس تاعوني ولا لا. تمام؟ اذا اول شيء بتيجي الجامعه بتحكي انا بدي سيستم يسمح لي اعطي حصص اونلاين. طيب شو بدكم الفيتشرز الموجوده فيه؟ مثلا يسمح لي يعطيني وايت بورد، اوكي، يسمح انه خلال المحاضره انه الطالب يقدر يتفاعل، يعمل ريز هاند، يحكي اشياء ثانيه، يعطيني مجال اني اعمل ابلود لفايل، ابلود لايمج. لاحظوا هي عباره عن ايش؟ فيتشرز ريكويرمنت. مين اللي حددها؟ الجامعه بدها سيستم هيك. تمام، والله بدنا ويب كونفرنس كومبوننت يكون سكيور، يكون هاي بيرفورمانس، يوسع مثلا 200 طالب في الحصه بدون ما يصير تقطيع. كل هاي عباره عن ايش؟ ريكويرمنتس. اذا اول شيء ريكويرمنت سبيسيفيكيشن.
بحطهم على جنب، بروح ببحث. هلا لما جينا نبحث، طبعا بدي احط حالي انا مكان الجامعه، لما جينا نبحث لقينا انه في عندي زوم، في عندي جوجل ميتس، في عندي المايكروسوفت تيمز، مظبوط، في عندي سيستم موجود ومستخدم اسمه بيج بوتون، هذا اوبن سورس موجود وحلو كثير. الان طيب انا شو بدي اعمل؟ في عندي اربعه، اذا الخطوه اللي بعدها بدي اعمل كومبوننت اناليسز. المقصود بالكومبوننت اناليسز اني اول شيء اعمل سيرش، تمام، واشوف هدول الفور كومبوننتس. بدي اروح على الزوم، اروح على الدوكيومنتيشن له، ادخل اشوف شو الفيتشرز الموجوده فيه، صح ولا لا؟ مش هذا المنطق اللي هيك بيحكي؟ شو الفيتشرز اللي بدعمني اياها وبقدمها للزوم؟ حلو، حط على جنب. طب التيمز شو الفيتشرز؟ بشوف شو الفيتشرز، مين اكثر واحد بيناسبني؟ شو المقصود مين اكثر واحد بيناسبني هون؟ بالضبط، مين اكثر واحد بحقق الفيتشرز اللي انا بدي اياها؟ بمسك فيه وبجيبه وبقول انا بدي استخدم الزوم مثلا. طبعا هون بدناش نحكي مين افضل وهذا، لان ذكرنا الزوم هو افضل من غيره، لا، خلينا نحكي كمثال. كل واحد فيهم له ميزاته وله ادفانتجز عن غيره، لكن خلينا نحكي الزوم كان مناسب بحيث انه يحقق لي الريكويرمنتس اللي انا بدي اياها كجامعه. تمام؟ الان شو بعمل؟ عملت كومبوننت اناليسيز واخترت اللي بدي اياه، بروح اعمل ريكويرمنتس موديفيكيشن. الان ليش في الريوز اورينتد بروسيس بلزم اعمل ريكويرمنتس موديفيكيشن؟ يعني حدا هيك يفكر؟ ايوه، لانه مستحيل، يا عين عليك، مستحيل يكون باني الي، لانه هذا جينيريك، مظبوط. بما انه جينيريك معناته ممكن انا اتنازل عن بعض الريكويرمنتس، صح؟ ممكن انا عندي سقف 10 ريكويرمنتس، 10 فيتشرز، لقيت انه اقرب واحد بحقق لي الفيتشرز لإلي مثلا الزوم على سبيل المثال، اوكي، بحقق لي 8 فيتشرز، معناته انا بدي اعمل ايش؟ موديفيكيشنز للريكويرمنتس، لانه صار عندي تنتين شو مالهم مش موجودات، تمام، او انه اطلبهم، تمام. هسه اذا كان اوبن سورس اللي انا الكومبوننت اتعامل معاه اوبن سورس، معناته بقدر اتعامل مع الكود واعمل له كستمايزيشن. هاي بسيطه، في 5 فيتشرز بجيبه بعمل كستمايزيشن عليه، بضيف الفيتشرز اللي ضل، تمام. بس هل انا بلزمهم اذا كان جينيريك برودكت، هل بلزمهم يضيفوا الفيتشرز اللي انا بدي اياها؟ اذا اقتنعوا فيها اوكي، ما اقتنعوش بركي انت بدك فيتشرز يعني خاصه فيك جدا، يعني غيرك بيلزموش. هاي مشكلة بالجنريك برودكتس اللي بتكون على الكلاود، انه اوكي انا بعطي فيدباك، بس في النهاية هذا البرودكت جنريك، اكثر من حدا بيستخدمه، فهم اللي بيحددوا هل الريكويرمنتس هاي اضيفها ولا ما اضيفهاش. تذكروا لما حكينا على الجنريك برودكتس، مين اللي بيحدد الريكويرمنتس؟ الاونر، ديفلوبر نفسه، تمام. والله اذا انا بدي معي مصاري قد البلد واروح اشتريه لإلي واعمل له كستمايزيشن، هذا حكي ثاني بيختلف، تمام. بس اللي بدنا نفهمه هون انه في عندي ريكويرمنتس موديفيكيشن، وزي ما حكينا انا بهمني هون ليش هذا الحكي، تقدروا تحكوا ليش، تمام. طيب عملت ريكويرمنتس موديفيكيشن، بروح اعمل بدي اعمل سيستم ديزاين وود ريوز. برضه يا جماعه الخير كل كلمه هون لها معنى. شو يعني سيستم ديزاين؟ يعني بدي احدد الاستراكشر للسيستم. انا بحكي عن سيستم جزء منه عندي انا بدي ابني او مبني وجاهز، وجزء شماله بدي اعمل له ريوز، اعمل له اعاده استخدام، اعمل له انتجريشن مع السيستم عندي، تمام. فبدي اعمل ديزاين وذ ريوز، يعني الديزاين تبعي لازم يشمل ايش بالضبط؟ لازم يشمل الكومبوننتس اللي انا بدي اتعامل معها. يعني ببساطه بدي اشوف كيف انا بدي اشبك على هذا الكومبوننت. ممكن احدد الاي بي اي، كيف شكل الاي بي اي، وبحكي انه في عندي انتجريشن مع اذر اكزيستنج كومبوننت،
تمام؟ إذا في عندي سيستم ديزاين وذ ريوز. الخطوة الرابعة، هدول 3 خطوات خلينا نحكي، الرابعة development with integration. يعني يا جماعة الخير لما أحكي عن reuse oriented process لازم أشوف كلمة integration، تمام؟ لازم أشوف كلمة reuse. طيب ليش أنا بيحكي لي development with integration؟ يعني أنا فعليا بدي أعمل development للأجزاء اللي ما بتدعمها other existing components، أوكي؟ والأشياء الموجودة والجاهزة شو بدي أعمل؟ بعمل integration، تمام؟ خلينا نوضح هذا الحكي هون. أنا اليوم هون في الجامعة هيك، هذا خلينا نحكي الـ AIUB سيستم ككل، تمام؟ في عندي بورتال، تمام؟ لنفرض إني بدي أبنيه، يعني هذا الجزئية بدي أبنيها، يعني عندي فيتشرز تحكي في البورتال، بدي سيستم يسمح للطالب يسجل، يسمح للمدرس يشوف كورساته، يطلع كشف علامات، كل الأشياء اللي بتشوفوها على البورتال هاي فيتشرز، أوكي؟ فبدي أفترض إنها مش موجودة، بدي أبنيها، أوكي؟ الآن برضه باجي بتطلع بقول بدي ويب كونفرنس، بروح هون وبحكي فيه عندي مثلا الزوم أو التيمز أو غيرها، تمام؟ طيب بحكي بدي ليرنينج مانجمنت سيستم، سيستم يعمل لي اداره للعمليه التعليميه، يعني نضيف كونتنت، نعمل اساينمنتس واكزامز والامور هاي. فشو بدي؟ بدي مثلا ال ام اس زي مودل، تمام؟ الان جيت عملت كومبوننت اناليسز، عملت سيرش، لقيت انه كويب كونفرنس الزوم كويس بحقق الفيتشرز اللي عندي، عدلت على الريكويرمنتس ببين يتناسب مع الكومبوننتس الموجوده، كال ام اس لقيت انه الموديل جيد، تمام؟ بعدين بعمل سيستم ديزاين وذ ريوز. طلعوا اللي انا عملته هون، هاي البلوكس، هذا ابسط نوع من الديزاين، تمام؟ يعني انا فقط عمالي بفرجيك ما هي الاستراكشر للسيستم، شو المين كومبوننتس للسيستم. هسه بدي اضيف عليها ديتيلز، بدي اصير احكي لك كيف السيستم عندي بده يحكي مع الاذر اكزيستنج كومبوننت، فممكن اضيف تفاصيل، لكن هذا كانه ستراكشر للسيستم ككل عندي. اوكي؟ اذا بعدها بعمل ديفلوبمنت، ديفلوبمنت لايش يا جماعه الخير؟ بعمل ديفلوبمنت للبورتال الخاص فيي، تمام؟ اند انتجريشن، بعمل انتجريشن باستخدام اي بي ايز مع السيستم الموجود عندي، فبيطلع عندي سيستم كامل، جزء منه انا بنيته، جزء منه شماله انتجريتد مع اذر اكزيستنج كومبوننتس. اوكي؟ طيب بعد ما عملت سيستم ديفلوبمنت وذ انتجريشن شو لازم اعمل؟ بالضبط، لازم اعمل فاليديشن، اعمل تيستنج. اوكي؟ إذا هل الفور مين اكتيفيتيز بينوا عندي هون يا جماعة الخير؟ بينوا، في عندي سبيسيفيكيشن، في عندي ديزاين، وفي عندي ديفلوبمنت، وفي عندي فاليديشن. بس ضفنا على موضوع الديزاين اني بدي اخذ بعين الاعتبار الكومبوننت اللي انا بدي استخدمهم، وضفت على موضوع الديفلوبمنت صار عندي انتجريشن. موضوع الانتجريشن يا جماعة الخير في بعض السيستمز ما بتكون سهلة، موضوع الانتجريشن ما بيكون سهل وبسيط. اوكي؟ وضحت؟ طيب الآن بدي حدا بناء على هذا الفهم يحكي لي الادفانتجز لهذا النوع من البروسيس. ريديوس الكوست، ليش؟ بالضبط. 2، ما انه وفر الوقت، ريديوس التايم، يعني صار عندي fast delivery. اوكي؟ طيب هذا ايش بفيدني يا جماعه الخير؟ هذا بخليني انا كجامعه، اوكي، ادخل للنيو تكنولوجيز شمالها اسرع،
صح ولا لا؟ تتذكر لما حكيت لكم اذا بدي احط راسي وانام اقول بدي ابني كل شيء انا، بتكون كل العالم وكل الجامعات بلشوا يشتغلوا التعليم الالكتروني وخلصوا، واحنا لسه شو بنعمل؟ نعمل تطوير، وهاي زبطت وهاي ما زبطتش. مستحيل، يعني مش مستحيل، ممكن اوصل لإشي زيهم، صح؟ ممكن اوصل لإشي زي الزوم، بس لما انا اوصله يكون هو ايش شو عمل؟ سبقني كمان. اوكي، بالضبط بالضبط، هاي هسه بنحكي فيها بالتحديد، انه الواحد لازم يروح على إشي شو ماله جماعة محترمين وبيطور، مش والله بنوا لي سيستم حطوا راسهم وناموا، لانه بعد 5 6 سنين انا بصير السيستم عندي شو ماله اوت اوف ديت اذا فيش عليه تطوير. تمام، اذا بقلل لي كوست، بقلل تايم، بيساعدني اعمل ديليفري اسرع، بيساعدني ادخل التكنولوجي بشكل او ادخل نيو تكنولوجي بشكل اسرع. خلينا نحكي في الديس ادفانتجز. ديس ادفانتجز كيف؟ ممتاز ممتاز يا ضحى. اذا ضحى بتحكي لنا انه من الديس ادفانتجز لهذا النوع من البروسيسز انه انا ممكن اضطر شو اعمل؟ سميها كومبرومايزز، requirements compromises، يعني أنا بدي أتنازل عن بعض ال requirements. ليش حكينا؟ لأنه فعليا زي ما حكى بالضبط أدهم إنه ما راح ألاقي إشي بحقق ال real needs لإلي كامل بشكل كامل، بحقق جزء، والله إذا لقيته بحقق اللي بدي إياه وزيادة ممتاز. تمام؟ طيب خلينا نحكي بشكل مختلف، إذا أنا رحت عندي الريكويرمنتس، رحت شوف الكومبوننت بحقق الريكويرمنتس تاعوني واشياء اضافيه. طبعا بالضبط، يعني لازم انا اخذ هذا الشيء لانه بحقق لي اللي بدي اياه وزياده. تمام، لكن اذا العكس بصير عندي شويه تنازل عن بعض الريكويرمنتس. اوكي، الشيء الثاني المهم اللي حكيت لك هسه بدي احكي عنه، انه عمليه الكنترول على الايفوليوشن للكومبوننت تكون عندك ولا عند الناس اللي طوروا. بالضبط السيستم، خلينا نحكي يعني أنا كجامعة بنفس المثال، أنا كجامعة ما عندي الصلاحية إني أطور على الزوم، صح؟ فهون الموضوع بصير كريتيكال. ليش بصير كريتيكال؟ لانه اذا رحت انا وقعت في كومبوننت فعليا ما عمالهم بيطوروا بحسنوا عليه، فانا اختياري شو ماله كان خاطئ. تمام، طب كيف بدي اعرف اختياري صح ولا خطأ؟ انا شو بعرفني؟ بالضبط، حسب الفندر نفسه، حسب الديفلوبر، زائد اكيد لما نروح ندخل على موقعهم نشوف الهيستوري لإلهم، بنشوف انهم بلشوا مثلا في الثمانينات في هذا السيستم، طلعوا اكثر من اصدار ولساتهم عمالهم شغالين، واحنا شغالين بالكومبوننت لاحظتوا انه كثير من الفيتشرز انضافت واحنا بنستخدم فيه، صح؟ في اول ما بلشنا نستخدمه كانت فيتشرز مش موجوده، بس لاحقا انضافت. تمام، وهدول الجماعه عندهم سكوب كثير ممتاز، يعني بضمن انه يضل الموضوع الايفوليوشن على الكومبوننت مستمر. تمام، طيب هل ممكن اوقع بجزئيه يصير الايفوليوشن فعليا مشكله بالنسبه لي ديس ادفانتج؟ اكيد. تمام، وفي كثير من اللي بروحوا بيستخدموا مثلا فريم وركس او بيستخدموا لايبرز معينه، بعد وقت بتلاقي انه هدول الجماعه شو مالهم؟ وقفوا حاليا مش مشكله، بس بعد كم من سنه اكيد في شيء جديد بده يطلع يكون افضل منهم، فبالتالي اذا انا ما انتقلتش بالضبط بصير عندي مشكله، بصير انا اوت اوف ديت، يعني مش لاحق التكنولوجيا.
تمام. اذا هي زي ما حكى عباده، هاي ادفانتج لإلي، انها بتريحني من موضوع السكيورتي، موضوع البرفورمانس، موضوع الهوستنج، موضوع الادمنستريشن، موضوع اني اتبع على الانفايرمنت، والله سيرفر نزل، سيرفر وقع، صار هاك، ما صارش هاك، شو بدي اطور، قد ايه بكلفني التطوير، هذا كله ماله مش عندي. اذا ممكن اضيف على الادفانتجز كمان واحده، ريديوس الريسك، ريديوس الريسك. تمام. اذا ما صار ايفوليوشن على الكومبوننت بصير العكس، يعني بزيد الريسك. اوكي، عشان هيك اخر كلمه في هذا الموضوع يا جماعه الخير، دائما خذ وقتك واعطي السيرج حق، اعطي البحث حق. تمام، تستعجلش. اليوم انت شفت اشي والله انبهرت فيه، ممكن تروح ببحث اضافي تلاقي اشي يبهرك اكثر. تمام، اعمل بحث، اعمل ليترشر ريفيو، اعمل الاشياء اللي موجوده، بعدين شو بصير اعمل؟ بصير اقارن واختار الاشي اللي بناسبني والاشي اللي بحقق السكوب اللي انا بطمح. اوكي، واضح يا جماعه؟ في البرنامج الجديد على كم تخلص صحيح؟ ضلت ونص. كيف غيروا البرنامج دلوقتي؟ ساعة زيكتو خلاص بنكمل. في حدا عنده سؤال يا جماعة على الزوم؟ اللي على الزوم معانا يا شباب، شباب صبايا، معك دكتور فهمي. واضحة؟ تمام. هذا الحكي اللي كتبته هون بتلاقوه نفسه بالسلايدات، بس ممكن هذا ملخص اكثر واوضح، فاللي اخذوا نوتس بيكون كثير ممتاز. يعطيكم الف عافيه، مع السلامه.